بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم جميعا في اللقاء الرابع ضمن شروحات الجزء العملي من مقرر داتابيس 2. لو تذكروا حضراتكم احنا مرينا بالسيكوال سب كويريز ثم السيكوال فيوز ثم خدنا انترودكشن عن البي ال اس كيو ال ثم تحدثنا عن الكونديشن ستيتمنتس باستخدام الاف زد الس والكيس ستيتمنتس. اليوم هنتكلم عن البي ال اس كيو ال لوبس. زي ما حضراتكم عارفين اللوبس بتستخدم لتكرار مجموعة من الجمل عدد من المرات. يعني أنا بيكون عندي مجموعة من الجمل أو مجموعة من الأكشنز عاوز أكررهم أكثر من مرة، ففي الحالة دي بلجأ لاستخدام اللوبس. في البي ال اس كيو ال أنا عندي ثلاث أشكال من اللوبس، عندي اللوب ستيتمنت وعندي الفور لوب ستيتمنت وعندي الوايل لوب ستيتمنت. الغرض الأساسي من كل هذه الأشكال هو عملية التكرار، لكن في فروق في كل شكل من هذه الأشكال هناخده بالتفصيل عندما نتعرض ليه إن شاء الله. الشكل الأول من أشكال اللوبس عندنا هو اللوب إند لوب ستيتمنت. السنتكس بتاع اللوب ستيتمنت بمنتهى البساطة هو كالآتي: أنا بكتب كلمة لوب ثم بذكر مجموعة الجمل المراد تكرارها أكثر من مرة ثم بنهي بالإند لوب. يبقى اذا الستيتمنتس دي او الاكشنز دي هيتم تنفيذها اكثر من مره. الملاحظ على الشكل ده من اشكال اللوب ستيتمنت هو حاجتين. الحاجه الاولى اللي انا ما عنديش حاجه بتقول اللوب دي هتتوقف امتى، او ما عنديش حاجه بتقول لي عدد مرات التكرار قد ايه، وبالتالي الشكل ده بينتج عنه ما يسمى بالانفينيت لوب او الاندلس لوب. تمام؟ طيب لو انا عاوز احدد لحظة توقف هذه اللوب او لحظة الخروج من اللوب دي امتى، عشان اعمل كده بستخدم ما يسمى بالاكزيت وين ستيتمنت او الاكزيت ستيتمنت. لو انا استخدمت الاكزيت وين ستيتمنت هيكون الشكل كالاتي: انا بكتب كلمة لوب ثم بذكر مجموعة الجمل المراد تكرارها ثم بذكر هنا الشرط اللي لو تحقق انا هخرج من هذه اللوب، او اللحظة اللي عندها يجب التوقف عن تكرار هذه الجمل، وفي الاخر بنهي بالاند لوب. تمام؟ الملحوظة الثانية ان انا الجمل بتاعت الجمل اللي موجودة داخل اللوب دي هتتنفذ ولو على الاقل مرة واحدة. ليه؟ لأن شرط الخروج بيأتي بعد ذكر الجمل المراد تكرارها. خدت بالك من الموضوع ده؟ ركز في الحتة دي تاني. الملحوظة التانية إن هذه الجمل أو الستيتمنتس اللي موجودة دي، هذه الجمل أو هذه الأكشنز هيتم تنفيذها على الأقل مرة واحدة. ليه؟ لأن أنا شرط الخروج من اللوب حطه فين؟ حطه بعد ما ذكرت مجموعة الجمل المراد تنفيذها. يبقى الجمل دي هتتنفذ مرة واحدة على الأقل، وأما نوصل للشرط هنعمل له evaluation. لو طلع الشرط تحقق أو الناتج بتاعه بترو إذا هنخرج من اللوب، ما كانش يبقى هنرجع تاني وننفذ اللوب مرة أخرى. صح كده؟ خلينا ناخد مثال توضح بيه الأمور أكثر إن شاء الله. مثلا مثال زي ده، هنا بيقول لي print out the word hello 5 times، يعني عاوزني اطبع كلمة هالو دي 5 مرات. واحد يقول لي طب ما سهل قوي، انا ممكن اكتب database management system output dot boot line 5 مرات. طب ولو طلبتك تطبعها 100 مرة تكتبها 100 مرة؟ طب ولو 1000 مرة تكتبها 1000 مرة؟ لا، الحل الامثل في التكرار ان انا استخدم اللوبس. طيب خلينا نطبق اللوب اند لوب ستيتمنت اللي احنا لسه درسناها دلوقتي على المثال ده. فانا هكتب كلمة لوب ثم اكتب الجمله المراد تكرارها او الاكشن المراد تكراره، فكتبت database management system output dot boot line ورحت كاتب كلمه هالو. هنا واحد يقول لي طيب انا ايه اللي هيعرفني اللي انا وصلت مره او مرتين او ثلاثه او 10 او 100 او 1000؟ ايه اللي هيعرفني؟ برافو عليك. هنا بقى يظهر لنا ما يسمى بالكاونتر. الكاونتر ده يا شباب بيستخدم مع العديد من اللوبس.
الكاونتر عبارة عن ايه؟ عبارة عن فاريبل انا بستخدمه عشان يعد لي عدد مرات التكرار. فانا زي في حالتنا هنا مثلا، انا عرفت فاريبل اسمه كاونتر، وعلى فكرة هو اي فاريبل مش لازم يكون اسمه كاونتر، انا هنا اقول لك انه كاونتر بس عشان يبقى سهولة في الشرح، انما ممكن يكون اسمه اي اكس جي زي ما انت عاوز. فانا هنا عرفت فاريبل اسمه كاونتر ونوعه نمبر لانه هشيل ارقام، واديته انيشال فاليو بزيرو، معناها ايه؟ اللي انا بادئ العداد بتاعي دلوقتي بصفر. هبدا في التنفيذ ان انا اقول داتابيز مانجمنت سيستم اوتبوت دوت بوت لاين هلو كده، انا ادي الجمله اللي عاوز انفذها، وبعدين عاوز ازود الكاونتر بتاعي بواحد، فاقول ان الكاونتر دلوقتي بيساوي الكاونتر زائد واحد. طيب انا المفروض اخرج من اللوب دي امتى؟ اما اكون كررت الكلام ده 5 مرات. اذا هقول exit when، يعني اخرج عندما يكون قيمة الكاونتر بتساوي 5. فكل مرة اللوب بتتنفذ فيها هيحصل تشيك على الكونديشن ده، هل الكاونتر دلوقتي وصل 5؟ في حالة اما يوصل 5 هيحصل ايه؟ هيتم الخروج بره هذه اللوب ويتوقف تكرار الجملة دي. طيب افرض لا، الكاونتر بعد اول مرة كان بواحد، فهنزل هنا اعمل تشيك يقول لي لا ده الكاونتر بواحد مش بخمسة، اذا هرجع تاني وانفذ البادي بتاع اللوب. ثم الكاونتر بقى باتنين لان انا زودته هنا، هرجع هنا تشيك يقول لي لا والله ده الكاونتر لسه باتنين مش بخمسة، هرجع انفذ اللوب تاني، ثم تاني ثم تاني لحد ما الكاونتر يبقى قيمته كام؟ 5. في حالة اما نعمل تشيك هنا ويقول له هل الكاونتر بيساوي 5 والاجابة تطلع بترو، اذا هخرج برا هذه اللوب وابدأ في تنفيذ باقي الكود. تمام؟ خلينا ننفذ الكلام ده بمنتهى البساطة. انا اول حاجة بس هعمل set server output on عشان اعرف اتمكن من طباعة، ثم هعمل declare انا محتاج فاريبل استخدمه ككاونتر، فانا هعرفه على انه اسمه كاونتر، وهديله نوع ان هو طبعا نوع نمبر لانه هيشيل ارقام، وهديله قيمه ابتدائيه او انيشال فاليو بصفر، يعني كان انا كده بادئ العداد بتاعي بصفر. هبدا في البيجن عشان اكتب الكود اللي عاوز انفذه. هنا انا محتاج اعمل لوب، ليه؟ عشان في جمل عاوز اكررها. برافو عليك. فانا هطبع اوتبوت دوت بوت اندر سكور لاين واكتب الجمله اللي هو قال عليها او الكلمه، انا اكتب هلو وورلد مثلا، يبدو انك كاتب هلو غلط باين، هلو وورلد مثلا، وبعدين الكاونتر بتاعي عاوز ازوده بقى، عاوز اقول له اللي انا نفذت مره دلوقتي يبقى الكاونتر بتاعي هزوده بواحد، صح ولا لا يا شباب؟ اهو هزود الكاونتر بتاعي بواحد. طيب هتخرج امتى من اللوب دي؟ لازم اذكر اقول exit when واحدد شرط الخروج. شرط الخروج عندي ان الكاونتر يكون بيساوي 5، صح؟ طيب اللوب زيها زي اي حاجه في البي ال اس كيو ال، عباره عن بلوك، انت فتحت اللوب يبقى لازم تنهي اللوب باند لوب. طيب وانت كنت فاتح بجن فهتنهيه بايه؟ بانت، وعاوز تنفذ الكود فتكتب فورورد سلاش. بص ادي مره 2 3 4 5، خلاص يبقى انا استخدمت اللوب في تكرار اكشن معين عدد معين من المرات، ولو انا ما كنتش حطيت شرط الاكزيت وين كانت هتبقى انفينيت لوب، وكانت هتعمل لي مشكله في السيستم، والسيستم هيحصل لازم مضطر اقفل السيستم وارجع تاني عشان احل المشكله دي. واضحه دي يا شباب؟ طيب واحد يقول لي هو لازم العداد ده يبدا بصفر؟ لا مش لازم، باي انيشال فاليو انت عاوزها. يعني بص انا ممكن اجي هنا في الايديت اقول ده مثلا هيبدا ب 10، اقول هيبدا ب 10 مثلا. يبقى هنا المفروض الكاونتر كل مره بزوده واحد، 10 زائد 5 يعني كام؟ 15، يبقى هيخرج اما بيكون ب 15 لان انا بادئ ب 10. وبرضه هيطبعها 5 مرات، ادي مره 2 3 4 5.
خلاص. يبقى إذن الكاونتر أنا بحتاجه عشان يعد لي عدد مرات التكرار، وبستخدم الإكزيت وين عشان أشيك على قيمة الكاونتر أما تكون مناسبة للي أنا محتاجه بخرج من اللوب. طيب خلينا نرجع للسلايد. المثال الثاني بيستخدم بدل ما إكزيت وين بيستخدم كلمة إيه؟ إكزيت. يعني أنا بدل هنا أنا استخدمت إكزيت وين صح؟ وكتبت هنا الشرط. انا ممكن بدل ما اكزيت وين استخدم كلمه اكزيت بس. ازاي؟ هاجي هنا اعمل كده، اقول اف الكاونتر بيساوي، انا هرجعها بقى زي ما كانت عشان ما نتلخبطش، خلي دي بصفر. اف الكاونتر بيساوي 5 زين اكزيت بس، مفيش لا اكزيت وين ده ولا حاجه خلاص. وطبعا انت عارف الاف محتاجه ايه؟ اند اف، حط سيمي كولون هنا. اهو برضو نفس ادت نفس الغرض اللي هو هل ولد طبعت 5 مرات. يبقى انا لو حبيت استخدم الاكزيت لازم استخدم فيها اف ستيتمنت، عشان كده دايما احنا بنفضل استخدام الاكزيت وين لان هي مختصره في الكتاب. طيب خلينا نشوف المثال الثاني ده. هنا بيقول برنت اوت ذا نمبرز فروم 1 تو 10، معناها عاوز يطبع الارقام من 1 ل 10. الموضوع بمنتهى البساطه، انا محتاج فاريبل، فانا عرفت هنا كاونتر برضو نوع نمبر. طبعا اتفقنا كاونتر ده من عندي، انت ممكن تسميه اي جي اكس واي زي ما انت عاوز. انا اديته القيمه الابتدائيه بتاعته بواحد لان هو قال لي اطبع من 1 ل 10. وهاجي في اللوب هقول له لو سمحت اطبع لي الكاونتر ده، وبعدين انا كده طبعت 1. طيب عاوز ازود عليه فقلت الكاونتر بيساوي الكاونتر زائد 1 صح؟ طيب انا هخرج امتى من اللوب دي؟ هخرج امتى؟ بعد ما اطبع ال 10. بعد ما اطبع ال 10 يبقى هنا بقول له اكزيت وين اخرج اما الكاونتر قيمته تكون اكبر من 10 صح؟ يعني انا طول ما انا في حدود ال 10 انا موجود في اللوب، اول ما الكاونتر قيمته تزيد عن العشرة انا خلاص مش عاوز ابقى مستمر في اللوب فعاوز اخرج. فقلت له exit when ان الكاونتر يساوي اكبر من 10، يبقى اول ما الكاونتر ده قيمته تعدي العشرة هخرج من اللوب. تعال نجرب بمنتهى البساطة. انا هقول declare، خلينا نعمل clear كده عشان الامور تبقى سهلة. اهو انا هعمل ديكلير لفاريبل عشان استخدمه، فاقول ديكلير انا مثلا هعرف فاريبل وليكن انا هسميه اي اهو عشان تعرف ان الموضوع مش لازم يكون اسمه كاونتر ولا حاجه، وده نوع نمبر وانا هديله قيمه ابتدائيه بواحد لان هو قال لي اطبع من 1. طب لو قال لي اطبع من 10% خلاص هخلي القيمه الابتدائيه هنا ب 10. قال لي اطبع من 0 ل 1000 هخلي القيمه الابتدائيه هنا ب 0 ماشي. فانا هنا بقول النمبر بيساوي 1 لان هو قال لي اطبع من 1 ل 10. هبدا بجن، انا هنا محتاج لوب عشان هكرر الكلام ده 10 مرات، فانا هطبع كل مره داتابيز مانجمنت سيستم اوبوت دوت بوت اندرسكور لاين. خلاص بقى انا حفظنا الجمله دي، فانا هطبع هنا اقول له اطبع لي لو سمحت قيمه الايه الاي. وبعد كده انا عاوز اقول انا دلوقتي طبعت 1 فعاوز اخلي الاي دي بكام؟ ب2 صح؟ فاقول له خلي الاي بتساوي الاي زائد 1. طيب وبعدين ها اعمل اند لوب؟ لا، ما انا لو عملت اند لوب يبقى دي كده انفينيت لوب، هيفضل يزيد 1 1 1 لحد ما لا نهايه، لازم احدد شرط الخروج. طيب احنا اتفقنا هنخرج من اللوب دي امتى؟ برافو عليك، اما خلاص اوصل لل 10 اتعداها يبقى انا مش عاوز تاني اللوب، هخرج بقى من اللوب. يبقى انا هقول له اكزيت وين اخرج امتى بقى؟ اما الاي دي توصل انها تكون اكبر من العشر. وادي نهايه اللوب زي ما انت عارف اند لوب، وادي نهايه البيجن اللي هي ايه؟ اند. وخلصت، فانا عاوز اعمل فورورد سلاش فطبع لي فعلا من 1 ل 10. خلاص واضحه دي يا شباب؟ تمام؟ ادي بمنتهى البساطه استخدام اللوب ستيتمنت. طبعا ده يا جماعه استعمال مجرد للوب،
يعني انا هنا بجربها لك بعرفك اللي هي بتكرر، انما استخدامها الحقيقي بقى هيبان مع الكيرسورز والبروسيديورز والفانكشنز اللي هندرسها كمان شويه ان شاء الله.